اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناه تدريب كلاب لايفز ودوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الكوره. الكوره من الحاجات المهمه جدا في تدريب الكلاب، في نفس الوقت لعبة وفي نفس الوقت حاجة سحرية بالفعل، حاجة تقدر ان انت تستخدمها وتعمل بيها حياة كتير جدا مع الكلب، وهي بداية لتدريبات مهمة جدا وتدريبات بيدفع عليها مبالغ رهيبة، وخصوصا تدريبات البحث عن المفقودات او تدريبات البحث عن المتفجرات. الحاجات دي كلها بيدفع عليها ارقام جامدة، لكن البداية كانت من عند الكرة. علشان الكلب يتعرف على الكرة، الكلب عموما من الحيوانات اللي بتحب تجري ورا اي شيء بيتحرك، ومن الحاجات اللي انت لازم تستغلها انك تدرب الكلب انه يجيب لك الكرة. وطبعا لما يقدر ان هو يجيب لك الكرة، هتقدر ان انت تطور التدريب على قد ما تقدر، وتحاول ان انت توصله لكل الاوامر اللي انت عايزها. متعود دايما ان انت ما تسيبش الكرة في متناول الكلب طول الوقت، علشان ما يبقاش اتعود عليها وبقت شيء عادي، بعد كده مش هتلاقيه بيجري ورا الكرة بحماس زي ما انت كنت شايفه في البداية. فدايما خلي الاشياء اللي انت هتستخدمها كتير تكون بعيدة عن الكلب، وما تكونش موجودة غير في الوقت اللي انت هتبدأ تدربه بيها او هتتعامل مع الكلب بيها كمكافأة. زي ما احنا شايفين كده، انا بنطط الكرة قدام الكلب، وده كله بس مجرد ايه، تشويق كده، بحيث ان الكلب ايه ينتبه جامد قوي للكرة ويبقى عايز ان هو يلعب. هتبدأ بقى تحبب الكلب في الكرة. طيب هتحبب الكلب في الكرة ازاي؟ زي ما احنا شايفين الكلب دلوقتي بدأ ان هو ينتبه للكرة اكتر، فهبدأ ان انا ارميها له وهو يروح يجيبها، ولما يجي باخد الكرة منه وابدأ ان انا ابدلها باكل. طبعا ما تحاولش ان انت تدي للكلب المكافأة طالما هو ما عملش الحاجة زي ما انت عايز مظبوط. يعني انا صبرت على الكلب لحد لما بدأ ان هو يديني الكرة في ايديا، وبعد كده بدأت ان انا اديله المكافأة. لكن ما تستعجلش وتقول خلاص هو جه لحد عندي بالكرة فخلاص شكرا اديله المكافأة، هو هيتعود برضو على اللي انت بتعلمه له. حاول ان انت تكون، طالما انت هتبدأ تدرب الكلب بتاعك كويس، حاول ان انت تكون دقيق معاه في التفاصيل دي كلها، وهتبدأ تكرر بقى أكتر من مرة، كل شوية تحدف لي الكلب. هو هنا ساب الكرة اهو، مرضيتش اديله المكافأة إلا لما يروح يجيبها برضو ويرجع ويدهاني في ايديا، اهو خدتها اديته المكافأة، وهكذا. وهتنيك بقى تكرر شوية كده ايه مع الكلب على ما يتعود على كده، بحيث ان هو يحب الكرة جامد ويتعلق ان هو يروح يجيبها لك علشان خاطر انك هتكافئه. طب ايه الاستفادة من الموضوع بالنسبة لي التدريب ده؟ اول حاجة الكلب جسمانا بيكون جسمانه قوي، لانه طبعا بيجري ورا الكرة، والجري ده في حد ذاته بيدي للكلب طاقة وباور كويس قوي، وبيخلي جسم الكلب بيكون كويس جدا، وده بسبب طبعا لعبة الكرة. الحاجة التانية بتزود تركيز الكلب جامد جدا، ان تكون عينه على اي شيء بيتحرك، ويكون سريع الحركة في ان هو يجري وراه، وطبعا دي من الحاجات المهمة برضو وبتخلي الكلب عنده سرعة بديهة. الحاجة التالتة واللي هي المهمة جدا، ان الكلب حاسة الشم بتاعته بترتفع اكتر لما بيبدأ ان هو يدور على الكرة. لو سقطت منك في اي مكان، اختفت عن عين الكلب، هيحاول ان هو بقدر الامكان ان هو يشوف هي راحت فين، علشان هو بيبقى عايز طبعا ان هو ياخد المكافأة اللي بيكون مستنيها مجرد ما بيرجع لك بالكرة. كل الحاجات دي هي ليها تأثير جامد جدا وإيجابي جدا على الكلب، وكل الحاجات دي طبعا دليل على إن الكرة مهمة جدا في تدريب الكلب.